لقد اخترع الصهاينة المجرمون من هذا الهيكل المزعوم قضية جعلوها أعظم قضية في تاريخهم، تاريخهم المشؤوم. أوطان اغتصبت، وأراض نهبت، ومستعمرات بنيت بحجة وجوده المزعوم. آثاره شغلت العالم بأسره من خلال خيالات وأساطير وحكايات لا أساس لها، والحقيقة أنه لا وجود له. قناة اعرف دينك. يقال زعما وزورا وافتراء إنه مغطى بالذهب والأحجار الكريمة، وإن الحقيقة مرة والواقع مخيف مفزع، ونذر تهدم الأقصى تلوح في الأفق ليل نهار، وأساساته على وشك الانهيار، وأسواره تواجه الاندثار، والاعتداء عليه متكرر باستمرار. عقيدة باطلة يسعى الصهاينة من اليهود نحوها سعيا حثيثا. نسأل الله عز وجل ألا نراها حقيقة ولا واقع، وأن يرحمنا بميتة تكون بطون الأرض خيرا لنا فيها من أن نرى تحقق هذه العقيدة الباطلة من هؤلاء الصهاينة المجرمين القتلة. إنها عقيدة اليهود الصهاينة في هدم المسجد الأقصى وبناء هيكل سليمان، وهو زعم لا حقيقة له، وخرافة أكذوبة من أكاذيب الصهاينة اليهود لبناء الهيكل على أنقاض المسجد الأقصى المبارك. والهيكل في عقيدة الصهاينة بمعنى البيت المقدس أو بيت الرب أو الإله. وإن الله عز وجل قد نبأنا من أخبار يهود ما يفضح مكايدهم ويكشف طبائعهم ويجلي سوآتهم وخبائثهم، فقد أخبرنا تعالى عنهم وهو أعلم بهم لأنهم أهل مكر وخديعة وكبر واستكبار وضلال وإضلال وغدر وفجور وصد عن سبيل الله عز وجل. يثيرون الفتن ويوقدون الحروب، كتموا الحق وقتلوا الأنبياء وكفروا برسل الله عز وجل، وسبوا الله تعالى وشتموه، وعادوا ملائكة الرحمن جل جلاله، ينقضون العهود ويخونون المواثيق، ولا تزال تطلع على خائنة منهم. هم أشد الناس عداوة للذين آمنوا، ولذا حذرنا ربنا عز وجل من الركون إليهم أو اتخاذهم بطانة أو السعي وراء خطواتهم، فإنهم شياطين تمشي على الأرض. وحتى لا نقع في حبائل الصهاينة من اليهود ونؤتى من غفلتنا، لا بد من الوقوف على مخططاتهم ومكرهم الكبار تجاه قضايا المسلمين، إذ إن استبانة سبل المجرمين منهج رباني مقرر في كتاب ربنا تعالى. قال تعالى: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. ونذكر الحقائق والوثائق التاريخية التي فيها أن نبي الله سليمان عليه السلام بنى المسجد الأقصى بعد إبراهيم عليه السلام على هيئة عظيمة، فنسب هذا البناء إليه، وأطلق اليهود عليه هيكل سليمان. ويزعم اليهود كذبا أن سليمان عليه السلام بناه فوق جبل موريا، وهو جبل بيت المقدس الذي يوجد عليه الآن المسجد الأقصى ومسجد قبة الصخرة، ويسمي اليهود الصهاينة هذا الجبل بجبل الهيكل. استمر بناء سليمان عليه السلام أكثر من 3 قرون، حتى هدم على يد بخت نصر البابلي، وبقي البيت المقدس خرابا عقودا من الزمن، ثم أعيد بناؤه وأمه الأنبياء والصالحون، فصلى فيه زكريا وابنه يحيى، ثم بعدهما عيسى بن مريم عليهم سلام الله عز وجل. ونحن المسلمين أحق بسليمان وبكل نبي من أنبياء الله عز وجل من اليهود الصهاينة الذين لم يعترفوا بنبوته في حياته، وإنما سموه ملكا. وسليمان عليه السلام نبي من أنبياء الله عز وجل، بنى المسجد لعبادة الله وتوحيده وتعظيمه،
فإن هذا من شرك اليهود الصهاينة وسبهم ربهم تبارك وتعالى ورب سليمان عليه السلام، وإن هم من قتلهم لإخوان سليمان الأنبياء ما تركوا نبيا إلا آذوه وسبوه، بل سبوا الله تعالى وحاولوا قتل كل نبي، وقتلوا فعلا كثيرين من الأنبياء عليهم السلام، وهم كانوا سببا في قتل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فسليمان عليه السلام براء من اليهود الصهاينة ومن جرمهم وبهتانهم وافترائهم وكذبهم، وإن انتسبوا إليه كذبا وتمسحوا باتباعه بهتانا. إن الصهاينة اليهود ما جاءوا إلى فلسطين من أجل البحث عن أرض يستوطنوها وبلد يأوون إليه، وإنما جاءوا لعقيدة صهيونية باطلة ونبوءة توراتية محرفة يسعون لتحقيقها بالباطل، وهي السيطرة على القدس، والتي أسموها زعما وافتراء أرض الميعاد، ومن ثم هدم المسجد الأقصى وبناء هيكلهم المزعوم، وبعد هذا البناء ينتظرون خروج مسيحهم المنتظر المفترى، والذي على يديه سيكون في زعمهم خلاص اليهود ويحكم منه العالم 1000 سنة، وسيحارب هذا المسيح أعداء السامية ويحكم فيهم بالشريعة اليهودية. وهذا الاعتقاد كله باطل، وهو في الهيكل يؤمن به جميع الصهاينة على اختلاف أحزابهم. يقول رأسهم في الضلال بن غوريون، أول رئيس وزراء لدولة يهود، قال: لا قيمة لإسرائيل بدون القدس، ولا قيمة للقدس بدون الهيكل. ويقول الحاخام الهالك مائير كاهانا عليه من الله ما يستحق، قال في صفاقة وتبجح وجرأة على الجبار جل جلاله: إن إزالة المسجد الأقصى وقبة الصخرة واجب يقتضيه الدين اليهودي، وإن المعركة دينية، ولكل شعب إله يحميه، وإذا استطاع الله أن يحمي مساجده فليفعل، في مواجهة التصميم اليهودي على إعادة بناء هيكل سليمان محل المساجد الإسلامية. نعوذ بالله من هذه الكلمات الكفرية، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. إن الله بكل شيء عليم، سميع بصير، وهو على كل شيء قدير. ومن عقائد اليهود الصهاينة في الهيكل أن الهيكل لن يكون إلا بعد خروج البقرة الحمراء المزعومة، فيعتقدون وهما وخرافة أنه لا بد أن تولد بقرة حمراء خالصة لا عيب فيها، ثم بعد 3 أعوام من عمرها تحرق هذه البقرة، حتى إذا كانت رمادا تطهر اليهود برمادها، ثم شرعوا في بناء الهيكل المزعوم، لأن الهيكل في زعمهم وافترائهم لا يعمره بالعبادة إلا أناس متطهرون. أيخرج من هؤلاء الكفرة الصهاينة المجرمين أناس طاهرون متطهرون؟ إنه لعبث وباطل وضلال. لقد كان الأنبياء الطاهرون المطهرون بينهم ولم يكونوا طاهرين، بل شتموهم وسبوهم وآذوهم وآذوا الله عز وجل وسبوه وشتموه، أفيكونوا وهم برؤوسهم وأفكارهم هكذا فيهم هدى أو طهر أو أناس متطهرون؟ تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وهذه العقيدة الباطلة التي يعتقدها اليهود زعما في البقرة الحمراء، إما أن تكون مما كتبوه بأيديهم، ولا شك في ذلك هذا عهدهم، أو مما حرفوه من كتابهم، أو مما له أصل ولكنهم ضلوا في تطبيقه، وكل هذا لا يهمنا، فهم ضلال على ضلال أدعياء ضلال. وحسب الرواية اليهودية الصهيونية المزعومة، فإن داود عليه الصلاة والسلام هو الذي أسس لبناء الهيكل، وهو منهم براء. قالوا: ولكنه مات قبل أن يشرع في بنائه، وأن ابنه سليمان عليه السلام هو الذي قام ببناء الهيكل، وهو كذلك منهم براء. وللهيكل عندهم منزلة خاصة في قلوب وعقول اليهود الصهاينة،
أولئك الكفرة القتلة الفجرة، فإنهم يزعمون أنه أهم مكان للعبادة، وأن سليمان بناه لهم ولديانتهم الباطلة. وهذا كله زعم وافتراء باطل وضلال، إنه لا يوجد مصدر موثوق به يثبت بناء سليمان عليه السلام لهذا الهيكل، ولن يوجد. فالقرآن الكريم قص علينا قصة داود وسليمان عليهما السلام في عدة مواضع، وذكر الله عز وجل قصة سليمان عليه السلام مع بلقيس والهدهد والنملة والجن. وبعض هذه الأحداث تبدو أقل أولوية من الهيكل إن كان على نحو الأهمية التي يزعمونها ويفترونها، فلماذا لم يتكلم القرآن الكريم عن هذا الهيكل المزعوم إن كان موجودا أو سيوجد أصلا؟ إذا كان بهذه القدسية والجلالة التي يذكرها الصهاينة اليهود، إنه لا وجود لهذا الهيكل المزعوم إلا في عقول وأذهان وأساطير وخرافات الصهاينة اليهود، وهي كتب لا يوثق بما فيها، إنها محرفة مكتوبة بأيدي الضلال، أدعياء الضلال منهم، يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هو من عند الله، وما هو من عند الله؟ قال الله تعالى: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. لا تنسى مشاركة الفيديو حتى يستفيد كل مسلم، مع قناة اعرف دينك.